هذا موجز للفيديو ان شاء الله يعجبكم. طبعا سويت مندي بدون فرن، سويت دولمة، جونا ضيوف، رحنا المجمع لكن ما لقينا شيء، فخليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم الله لكم الأجر بأربعينية الإمام الحسين ومرد الروس. ونشكر جميع الذين قاموا على خدمة أبا عبد الله الحسين ولهم الأجر والثواب. طبعا بنات هذا روتين قعدتاني اليوم الساعة 6، غسلت الطباخ، طلعت العيون مالته ودلفتهم جلفة، وغسلت هماتين الماعين وياي لأن لقيت الماعين الصراحة ضلت. وهنا طبعا دائما شوفوا جيت خليهن على الكوارتز ما ينشف من عتن المي، ولانه اكو مي بي، فشوفوا اي شيء يجي بالتخته او اي شيء يعني هيجي مال الخشب او صينيه قلبيها وخلي عليها العيون مالت الطباخ من تغسليهن. هنا اجي لفته طبعا بدون ما اجيبن اي شو اسمه مزيل مالت الدهون، لان انا قبل 3 ايام غسلته جاء لفته، فهنا ما عندي هواي دهون فغسلته بس بالزاهي والمجلافة، وصار ما شاء الله كلش نظيف وحلو. لانه شنو مرات تصير والله هواية، خاصة اذا الشاي وقع يفور عليه، التمن يفور يوقع، هو يحتاج يعني هاي الشغلات لازم تنغسل طبعا يومية تتنظف. التنظيف العميق كل 3 ايام، اما تنظيف هيك لا والله، يعني كل طبخة لازم انت تغسلين وياها. طبعا انا اشكر جميع المتابعين اللي دخلوا واقول لهم حياكم الله ويا اهلا وسهلا بكم على راسي والله. طبعا بنات شوفوا هاي نشفت العيون من نايا وبوصلها ماتين وخليتهن على الطباخ. هاي هنا كانت هذه الاكبر جابتها هنايا والصغيره، وبعدين رجعتهن نشفتهن وبعدين خليتهن. ثاني شغله انا شفت شلون بقيهن بدون ما اجربهن، لا ومن اجي اشقل خلي الجدر واشقل العين راسا تقوب علي، قمت لا شو اسوي اشقلهن قبل لا شنو لا خلي الجدريه، لان يعني حتى لا يحتبس القاط جوا وبعدين يطق. هنا يا هماتين نظفت الشسمه الكوارتز، طبعا هذا الصمون مال تروك، هذا نجيبه بالعشاء وما حد ياكله ويظل هماتين، ثاني يوم اطلعه للحيوانات تكرمون. طبعا هذه التخته شايفيها، هذه خلى عليها العيون مالت الطباخ دائما. هنايا هاي الباميه ذاك اليوم فرزتها، تدرون انتو 40 يا مالت الحسين والناس كلها طالعه، فطلعت منعتها. هنا خليت 4 قلاصات تمن و4 قلاصات مي ونص. ليش نص؟ احسن بنات حتى ابد ما يحترق التمن عندكم نهائيا. طبعا متابعيني يدللون علي والله العظيم، يريدون من عندي انه دائما اسوي يعني شغله الطبخ، ويريدون من عندهم ماتين العنايه بالزرع. والله العظيم ان شاء الله بالفيديوهات الجايه، لانه مرات يعني راسا يكون عند الفيديو جاهز، فشلون اذا بقي بعد ما يصير انه اني اضوج بعد ما قدمه، وان شاء الله تدللون على الفيديوهات القادمه. هنا بعد ما خلصت الشغل ونظفت سويت هماتين ريوق، واقول لكم سهمكم مليون الف عافيه. طبعا هاي هنا تذكرون كان اكو جيزر هنا فشلناه قبل فتره احنا شايليه، بس ما يمكن ما جتنا الفرصه اني اقول لكم ترى شلت الجيزر يعني الصراحه، وكان كلش يعني خربان، فهو يشتغل كل شيء ما بي، بس شنو كان الكفر مالته خربان الصراحه، يصعدون على الكهرباء فوقه فانكسر من جوا وخرب. هذه هنا شوفوا هاي الانسة قبل شوية اللي شفتوها اللي دائما استعملهن، طبعا كل الزينات اسويهن تختات يعني، او اخلي عليهن شغلات من اغسل خاصة عيون الطباخ. هذا جابوا لي تقريبا 20 صندوق، هذا مال عتاد، طبعا هذا كل زين انا احتاج شو اسوي بهن، ارد اصعدهن لان من اول جا الشتا وهاي البزازين لازم اصعدهن فوق واسوي لهن بيوت من هذا، وهذا كل الزين الخشب يعني ما يتاثر حتى بالمي. طبعا اني البيوت اللي اشتريها اشتري ب15 وب25 والله كلها شمرتهن لان ما فادن، واشتريت هواي بيوت مال البزازين وكلها يعني تخرب بس يوقع عليها مي تثقل او تخرب، حتى اشتريت مال اخشاب نفس الحاله ما بيها خير، فقلت هاي احسن طريقه، وانها ماتين يحبن نظمهن لهن واسويهن. طبعا هنا كانت عندنا ضيوف وسويت مندي، طبعا الدجاج بس شو اسمه انسلق يعني سلق كامل، واخذيت المرقه مالته واللحم نشفته، وبعدين خليت عليه الخلطه اللي دائما نسويها بالمندي، والتمن هماتين خليت عليه البهارات مالته الصحيحه، وطلع شو اقول لكم والله يجنن هاي بدون فرن، لان تدرون اني ما جايبه لحد الان فرن. اقول لكم هنا يسلمكم مليون الف عافيه. طبعا يعني صبيت بهذا الماعون
بس طلع صغير، وبعدين رجعت صبيتها بصينية، وهم ماتين قالوا لي والله الصينية صغيرة. هسه راح تقولوا لي الدجاجة شلون سويتها. طبعا شوفوا بنات، بعد ما نشفتها الدجاجة من المي سويت الخلطة مالتها، هي بابريكا الباردة والحارة دائما استعملها اثنيناتهم. خليت فلفل شوية، وخليت صبغ لوزينة، وخليت كركم شوية، وخليت دهن زيت، بعدين خليت دبس الرمان هماتين، وخليت حامض وخلطتهن، وبعدين خليتهن على الدجاج، ولتمن يكون ما مستوى حيل بعده يعني على الطباخ اخليهن فوق. هن هنا راح يذب هماتين العصارة على التمن ويصير كلش طيب. وسمكم مليون الف. هذا هنايا بس الموعون صار كلش صغير، رجعت والله باعه وتغيرته بالصينية وسويت الاحسن والله. تالي ما تالي كان يقول لي هي الصينية طلعت صغيرة، فخليت هنايا هماتين سويت تمن ابيض ما طلعت لكم انا ايش طبخت ويا شو اسمها القيمة. انا مجمدة هواية بامية ومجمدة باقلة، طبعا استفاد من عدهن. دائما اسويهن اكياس صغار يعني حسب اني الكمية اللي انا محتاجتها، واخليهن بالمجمدة او اخلي بالفريز مالت الثلاجة. هنايا مثلا اذا مثلا يعني فد يعني شلون مثل واحد مريض، او مثلا يعني عندك شغل، او مثلا يعني اليوم السوق معلق، او مثلا يوم مثل يعني المهم اكو هواي شغلات تجي، فانت عندك هواي شغلات مجمدهن وتقدر تسوي بيهن الشغلات وغدا وعشاء وانت مرتاح. طبعا انا دائما اجمد وافرز الكباب البورق دنيا ابد ما اخلى منهن نهائيا، الكبة كبة الجريش كبة التمن دنيا دائما اني افرزهن واضمهن. مثل يعني قلت لكم واحد عنده شغل، او مثل يعني طالع ورجع تعبان، او واحد مريض، البشر مام يعني مو معبد دائما يعني هو متعرض لهواي شغلات، فانت عندك شيء موجود تطلعه بس تقله وخلاص. هاي هنا سويت الدولمة، شوفوا والله ماكو ولا شيء يعني. هذا باعها ماتين جبت انا وضامه سلق عندي، السلق ما يطول بالثلاجة الصراحة، خليه مثل 4 ايام 5 وبعدين يخرب. ترى هاي هنا كليتهن خليتهن بالمحضرة، وراح افرمهن واطلع من عدهن هماتين للكباب قبل لا اخلي التمة. هاي هنا البوتيتا طبعا سويتها، اهم شيء البوتيتا، لان مصطفى قلت لكم ما ياكل شو اسمها الدولمة نهائيا، بس البوتيتا جوا الجدر، شنو جوا الجدر قصدي جوا الدولمة. هذه هنايا طبعا بنات شوفوا هاي المحاضرات كلش مفيدة والله العظيم. طيب اكو يعني كلش رخيصات، اكو ب10 واكو ب5، مو شرط الاستيل، هن طبعا هسه موجودات بالسوق يعني مليانات املي، فجيبوا من عندها والله تستفادون للكباب، تفرمون تفرمون للدولمة، ما راح تخلي عليكم الوقت يطول. والدولمة بدل ما كنت تسووها كل شهر راح تسووها والله كل يومين ثلاثة، ليش؟ لانهم ما راح تفرمون. هي الدولمة ليش تضجون منها من الفرم مالتها؟ لان قاعدين تجيبين الصينية وتفرمين وترجعين اللي ورا. انا كنت قبل هم مثلكم اضوج من عيتها، بس من جبت هسه هاي المحضرة لا والله قمت بين فترة يعني شو وقت ما نشتهي الدولمة اسويها. هاي هنا خليت اللحم، طبعا انا اخلي وياها بس طماطاية وحدة دائما افرم وياها المرة، ومرات لا ما افرمها، ليش اقول المي مالتها يروح، فش اسوي افرمها لوحيتها واخليها بعدين ويا الحشوه مالتها. شوف هسه هاي فرمت عليها وكملت، ما راح ابقيهن هو سيلتم من هنايا بالسنك، لا اغسلها وابقيها تنشف، وبعدين وين اروح ارجعها مكانها. طبعا بنات بعد ما فرمت هذا كلي تعرفون انتو هاي من نفرمه بدون ما نخلي تمن ولا شيء، نطلع من عنده جزء للكباب، فانا طلعت من عنده ذيك الشويه راح اسوي بهن كباب، لانه تدرون يعني الواحد والله هاي الكباب يعني كل شيء يفيد، خاصة الصبح للريوقات ويا البيض تخليه بكيفكم يعني كلش طيب. هنا خلصت خليت وياها هماتين الدهن، وهنا بعد ما خلصت وقلبتها وشوف المنظر وشوف الجمال مالتها والله، شوف صف لكم اياها كلش طيبة. طبعا هي بالرغم يعني شغلاتها بسيطة وموجودة يعني، بس كلش والله العظيم كلش طيبة. واهم شيء هي شو اسمه تصير لجحه بالجدر. بنات انا عندي مسواق، بس مرات يعني شنو مثلا انت من تمر على السوق وتلقى مثلا بعض الشغلات رخيصه عادي يعني ما بيها شيء، انه واحد هم يجيب وياه شغلات يعني. هذا لقيت والله الشيء رخيص، البرتقال والتفاح وهذا الخوخ والجوجه، فجبت وياي.
طبعا هنا احنا هذا المعرض ابد ملوحه، وش قد يعني حاولت والله ادور على شو اسمه هذا صغير، شو اسمه مدرج، او ما لقيت. نجيب هذا المدرج الكبير على مشينها، نزل بعض الشغلات، انا هواي محتاجه شغلات. وهنايا هاي ام عباس هي اللي خلت لكم اياهن هنايا بالسله، هذا تقول لكم شوفوا هذا. بس ده اشتريناه من السوق، لان يعني قلت لكم شويه كان رخيص، يعني الكيلو على 1000 كل حاجه عن الطريق، فجبنا ويانا. وهذا همتين والله، خطيه البلبل عندي خطيه، اذا ماكو تفاح ما ياكل، مرات نطي برتقال ما ياكل هالقد، مو هالقد والله، بس اكثر شيء يحب التفاح، وانا دائما اجيب التفاح على موده. اما هذا الابيض لا انا احبه. طبعا البنات شوفوا هذا الكيك من اسواق باب الاقا، هذه الكرتونه مالته بيها 24، هذه ب 6000. طبعا راح احكي لكم قصة كلش حلوة عجبتني، بغض النظر من يكون صاحب الشخصية مالتها، لكن القصة حلوة وبيها وفاء. طبعا هي قصة نورة وملاذ. قصة نورة وملاذ هي قصة من عرب استان، قصة قديمة يعني قبل الاسلام. وهذه القصة هي ملاذ احبة انسية، يعني هو شيطان واحبة يعني انسانة. فهي هماتين هي حبته، بالرغم يعني هي تعرف ان هذا هو شيطان، زوجت من عنده. فمن زوجت من عنده ابوها علم بزواجها، فقام وقتل البنية. الشيطان لما علم بان ابوها قتلها، فسوى انتقم من جميع افراد القبيلة مالتها وقتلهم كليتهم، وجعل من جماجمهم جبل يجلس عليه حتى يبكي او يبكي عليه طول عمره. والله هي صارت خبصت خبيطه، بيها فصحه وبيها عادي ومشي يلا. طبعا القصه كلش حلوه، هي بيها وفاء، بغض النظر قلت لكم عن الشخصيه، لكن القصه كلش حلوه وعجبتني، لان هالوقت هذا ما بي وفاء والله العظيم. حتى لو كانت عند القبل عند الشيطان القد بذاك الوقت، هسه حاليا يعني البشر ما شاء الله ماكو وفاء، يعني ذاك من ذاك اليوم الصراحة. بنات هاي هنايا رحنا المجمع السيدية، والصراحة كل شي ما لقينا ورجعنا، لكن جبنا بعض الشغلات يعني البسيطة، لأن هسه هاي الفترة هي محرم، وبعدين هسه هماتين بدت يعني شغلات المدارس. وإن شاء الله أبدي أصور لكم فيديو عن ملابس ملابس المدارس. هنايا هاي هدوم مصطفى كلش حلوات، تيشيرت وقميص. وخلص الفيديو مالتنا، أحبكم كل شوية مع مليون ألف سلامة. لا تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس.